كان على مصر أن تنهض من جديد، وما كان لحركة البناء والعمران أن تتواصل إلا بإعادة اكتشاف القدرات المصرية عبر شراكة مثالية مع كبرى القلاع الصناعية الوطنية، إيماناً من الدولة بدور القطاع الخاص كركيزة أساسية لإحداث نقلة حضارية تبشر بإعلان الجمهورية الجديدة وميلاد جديد بإرادة من حديد. لمصر أن تزهو بتاريخها الطويل في صناعات الصلب، لها أن تواصل آمالها كما يليق بإحدى أكبر الدول المنتجة للحديد. وسط هذا الزخم الصناعي الهائل تتجلى القدرات الإنتاجية لكبرى المجمعات الصناعية ممثلة في شركة حديد عز. صرح صناعي شهد انطلاقته الكبرى إبان منتصف التسعينيات على يد المؤسس أحمد عز، والذي أمكنه تحقيق طفرات متتالية في معدلات الإنتاج، حتى صارت مجموعته إحدى أهم القلاع العالمية في إنتاج الصلب. توالى عطاء الشركة لأكثر من ربع قرن، فتنامت قدرتها داخل أربع قلاع صناعية بمدن الإسكندرية، السويس، السادات، والعاشر من رمضان، مجمعات صناعية تسهم ضمن المجهود الرئيسي في حركة العمران الوطني بإجمالي إنتاج سنوي يفوق 7 ملايين طن من منتجات حديد التسليح ومسطحات الصلب المدرفلة. تعكس الأرقام حجم إنتاج مجموعة عز من الصلب الخام والبالغ أكثر من 5 ملايين طن كأكبر منتج للصلب. قلاع وطنية تنتج 450 رتبة مختلفة من الصلب، أمكنها أن تغزو السوق العالمي بتصدير منتجاتها ل25 دولة بقيمة صادرات سنوية تتخطى 1.3 مليار دولار. هكذا تسهم مجمعات عز الصناعية وحدها بنحو 4% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، كما تلبي الاحتياجات المحلية كمورد رئيسي لحديد التسليح بمختلف القطاعات. ومن بين إسهامات مصانع عز دورها في بناء منشآت العاصمة الإدارية يتقدمها البرج الأيقوني، فضلاً عن عطائها الوطني في بناء المدن الجديدة، إذ تجلت بصماتها في مدينة العالمين وينسب لها إسهامها ضمن مراحل إنشاء مترو الأنفاق. قلاع وطنية بنيت على أكتاف 10,000 من الخبراء والمهندسين والفنيين، شكلوا منتجات حديد مصرية أكثر تفوقاً عن مثيلاتها الأوروبية والأمريكية. تعطينا زيارة إحدى تلك القلاع فكرة عن حجم الإنجاز داخل مجموعة عز الصناعية. نمضي قدماً إلى ساحل البحر المتوسط، وتحديداً لشركة عز الدخيلة للصلب بمحافظة الإسكندرية. نرى كيف يكون الأسلوب الأمثل لتحقيق التناغم بين 3 مصانع للاختزال المباشر للحديد عالي الجودة بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 3,100,000 طن. وفي الجوار لا تكف وحدات الدرفلة على الساخن عن إنتاج حديد التسليح، ولفائف أسلاك ومسطحات الصلب بطاقة تزيد عن 3,200,000 طن سنوية. يبقى التكامل هو المعنى الشامل لعمليات الإنتاج في عز الدخيلة، ويبقى اسم عز مثالاً يعبر عن قوة المعدن الصلب في معادلة صناعية أمكن لصاحبها أن يتحدى الصعب وأن يقدم نموذجاً لمعنى الاستثمار في المستقبل. وميلاد جديد بإرادة من حديد.